بقول لك ايه، ممكن انا رجعت العربية اوكي عشان بتوه، ممكن تعدي عندي هنا علشان نروح كده في شوية مشاوير انا وانت، هديك كل اللي انت عايزه. اوكي باي. صباح الخير يا فندم. عايز امشي لو سمحت. ايه سيادتك، في حاجه ضايقت حضرتك يا فندم ولا ايه؟ يا سيدي انا حر، انا حر، واحد ياباني وعايز يمشي. ده هتعمل حضرتك، بس حضرتك مش ياباني، مصري يا فندم. ده حضرتك امريكاني يا فندم. لا انا ياباني. امريكاني يا فندم. ياباني ولا مش ياباني؟ ياباني يا فندم. ياباني ياباني. انا ياباني. اتفضل اعمل تشيكاو. ثانكس ثانكس. يا عم اسمع، ده عملت اوكي؟ الراجل واقف هناك ده حرامي. يا امسكوه. ايه اوعى ايدك يا جدع انت وهو. الحقنا يا مصري، ده انا اعرفه. تعرفني انا؟ انا مش عارفك خالص. قلت لك مصر كلها اوضه وجنينه، خليهم بقى يفتكروا مصرك الوراني. كده مصري؟ مش مصري؟ لا انا من هنا ورايح بقى اسمي استاذ مصري. اوكي استاذ مصري. استاذ مصري؟ يا اتكل على الله، شوف طريقك الاستاذ. ايه حبيبي يا استاذ مصري. راضي اسمع، انا هديك 100 جنيه في اليوم. اوكي هتخليهم 50 دولار. طيب اوكي، ما هو دولار ب2 في 50 يعني 100 جنيه. اوكي دولار ب5.5. ايه مان ده عيني جدا، مش كان ب2 جنيه؟ خلاص انا هديك اللي انت عايزه، بس لو سمحت ما تنصبش عليا تاني، مش عشان اي حاجه، عشان انا صايع جدا. ماشي يا استاذ مصر. رايت يلا بقى، روح هات الفان بتاعتك وانا هجيب الشنطه. ما اقدرش، ما انت عارف ما اقدرش ادخل هنا. اوكي طيب اسمع انت، انا اجيب الشنطه واجي وراك. ماشي يا مصر. وات وات استاذ مصر، دونت فورجيت. اوكي استاذ مصر يلا روح. طلع بيفهم.